اهلا بيكم كل اللي بتابعوني لاول مره، يا رب تكونوا كلكم بخير. لو اول مره تتابعوني ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. النهارده فكرتي هتكون عباره عن حامل للتابلت او الايباد على شكل فيل. الحامل ده ممكن نحط عليه التابلت او الايباد نتفرج عليه، ممكن نحطه بالعرض او ممكن نحطه بالطول بالشكل ده. دلوقتي تابعوني في الفيديو عشان اوريكم الادوات والخامات اللي هستخدمها عشان خاطر انفذ الحامل. محتاج الاساسي رسمه على شكل فيل بالشكل ده، هوريكم ازاي دلوقتي هرسمها، وورق ملون وكرتونه وفوم جليتر فضي ومقص وقلم ومسدس شمع. دلوقتي هوريكم ازاي هنرسم الباترون بتاع الفيل ده اللي هنفرغ عليه ورق الكرتونه. انا هوريكم رسمته، انا هنا مجهزاه هوريكم رسمته. بعد كده هقص الورقه دي بالمقص، وطبعا هنا مجهزاها انا هنا عندي بالورقه. هبدا افرغها هنا، هحددها هنا على الورقه الملونه دي وبرده افرغها، هحددها على ورقتين من الورقه دي، وهحددها على 8 ورقات كرتون وهقصهم بالشكل ده. خلصت قص الفيل على الورقه الملونه، انا عملت ورقتين منها بنفس الشكل ده، وبنفس الطريقه خدت الباترون على ورقه الكرتون وحددتها وقصتها. انا هنا جهزت 8 من ورقه الكرتون دي، 8 ورقات كلهم هم مع بعض، وجهزت ورقه بالحجم ده. اي مقاس انتوا تختاروه، يعني مش شرط مقاس محدد، اي مقاس انتوا تختاروه، بحيث ده يبقى بين كل فيل والتاني كده. اول حاجة هعملها هحط فيل كده، بعد كده هحط لزق شمع، وحط الكرتونة دي كده، بس ناخد بالنا ان هي تبقى مش طالعة كده من برة، تبقى في النص، وهحط لزق شمع تاني، وهحط فيل تاني، بس ناخد بالنا ان هو يكون متساوي مع اللي تحتيه بالشكل ده. بعد كده هجيب كرتونه تاني، احط لزقه شمع، الكرتونه من الصغيره دي احطها هنا بالشكل ده، احط لزقه شمع، احط فيل بتاعي، ناخد بالنا برضو ان هو يبقى متساوي، اهم حاجه انهم متساويين مع بعض. بعد كده احط برضو لزقه شمع، الكرتونه، وهكذا لحد الاخر. بعد كده هبدا ألزق الورق الملون ده، من بره كده من الناحية التانية. بعد كده هجيب المسطره وهقيس المقاس ده، العرض بتاعه قد ايه، يعني هنا 5 سنتي، وهبدا اجيب ورقه الفوم وحد عليها عرض 5 سنتي كده واقصها. بعد ما قصيت الفوم عرض 5 سنتي هبدا الزقه هنا كده، ألزق
كده زي ما انتوا شايفين. من الناحية دي برضو هبدأ ألزقها برضو كده. ناخد بالنا برضو ان هما يبقوا متساويين. بعد كده هبدأ ارسم الودان بتاعت الفيل بالقلم. هبدأ ارسمها لكم كده بالشكل ده. وابدأ اقصها، هرسم اتنين بنفس الشكل كده. هبدأ أقصهم بالمقص بالشكل ده. هبدأ ألزقها هنا كده. الناحية التانية نفس الطريقة. هجيب الفوم الأسود وهبدأ أقص شريط رفيع رفيع خالص. هقص اتنين منه، أنا كنت مجهزة واحد. وبعد كده هقص برضو العين بتاعت الفيل بشكل دائري كده. هبدأ ألزقها، ألزق العين بتاعت الفيل، وبالفوم الأسود ده هبدأ أحدد الودان بتاعت الفيل كده اهو. ألزقها بلزق الشعر بالشكل ده. طبعا زيادة هقصها. ده كان شكل حامل الفيل بتاعي النهائي. دلوقتي ممكن نجيب التابلت أو الأيباد نحطه هنا كده بالطول أو بالعرض، نقدر نتفرج على اللي احنا عايزينه. موبايل، ممكن نحط موبايل بالطول او بالعرض برضو. هي طريقته سهلة بس هي متعبة شوية في قص 8 ورقات الكرتون من الفيل. اتمنى ان الفكرة بتاعتي تكون عجبتكم، ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد، واشوفكم الفيديو الجاي.